تمديد الطوارئ في القرم بعد تفويض الأمن الفيدرالي الروسي تشديد حماية الجسر وخطوط الكهرباء والغاز. مع بدء العام الدراسي الجديد في إيران، الاحتجاجات تستعر في المدارس والجامعات وصدامات في الشوارع. وإسرائيل تقول إنها ستمضي قدما في خطط استخراج الغاز حتى دون اتفاق مع لبنان، وتحذر حزب الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى هذه النشرة المفصلة تأتيكم من العربية. ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية إذن، أو هذا ما سنبدأ به إذن، الموضوع الروسي وتحديدا ما جرى في شبه جزيرة القرم، حيث ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف أصدر قرارا أمس بتمديد حالة الطوارئ المرتبطة بالتهديدات الإرهابية حتى 23 من أكتوبر الجاري. قبل ذلك أوردت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أوامر بتجديد الإجراءات الأمنية على جسر القرم الممتد من روسيا إلى شبه الجزيرة وحول المنشآت التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي. كما أعلنت روسيا عن حالة الطوارئ القصوى في القرم. كان اليوم يوما جيدا ومشمسا في الغالب في بلدنا. كانت درجة الحرارة في معظم أراضينا حوالي 20 درجة مئوية ومشمسة. لسوء الحظ كان الجو غائما في شبه جزيرة القرم، على الرغم من أنه كان لا يزال دافئا، ولكن كيفما كانت الغيوم فإن الأوكرانيين يعرفون ماذا يفعلون، وهم يعلمون أن مستقبلنا مشمس. هذا هو المستقبل بدون غزاة في جميع أراضينا، ولا سيما في شبه جزيرة القرم. وبدورها لمحت الرئاسة الأوكرانية إلى ضلوع روسيا في تفجير جسر القرم، وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودلياك إن انفجار الجسر كان نتيجة لصراع داخل دوائر الكرملين. وأضاف بودلياك أن كل المؤشرات تؤكد أن الشاحنة دخلت الجسر من الجانب الروسي. وكان مستشار الرئيس الأوكراني قال في تصريح عقب تفجير جسر القرم إن بلاده ستدمر كل ما هو غير شرعي، وأن جسر القرم هو البداية. بين القرم وروسيا جسر كراهية وانتقام شيدته موسكو في قلوب الأوكرانيين. جسر القرم دشنه بوتين عام 2018 بعد 4 سنوات من ضمه شبه الجزيرة الواقعة جنوب أوكرانيا. بطول 19 كيلومتراً يربط الجسر الممتد فوق مضيق كيرتش على البحر الأسود بين القرم والأراضي الروسية، ويتكون من طابقين أحدهما لحركة القطارات والآخر للشاحنات والمركبات. اليوم وبعد 4 سنوات أخرى من تدشين رمز السيطرة والسطوة وحلقة الربط والوصل، ترد أوكرانيا الاحتلال بانفجار واصل دخانه أروقة الكرملين، واشتم فيه الروس رائحة الصدمة والصفرة. رمز الاحتلال لأرض أوكرانية يضرب في عقر داره، والدمار تتكبده روسيا مادياً ومعنوياً. هنا تم تفجير شاحنة أثناء مرور قطار لنقل الوقود على الجسر، فتقطعت السبل والإمدادات وأصيب العتاد الروسي في القرم بمقتل، بعد أن كان الجسر شريان الوقود والجنود للصمود في حرب بوتين على أوكرانيا. وقطعت أيضا إمدادات الغذاء عن سكان شبه الجزيرة البالغ عددهم قرابة 2.5 مليون نسمة. روسيا قدرت الخسائر بالمادية فقط، واضطرت إلى وقف حركة القطارات على الجسر المتضرر، وحتى حركة المطارات في جنوب روسيا القريب من القرم، وستبحث في طريق بحرية وبرية بديلة لنقل الإمدادات إلى قواتها في خرسون وشرق أوكرانيا.
كييف تتباهى بصفعتها وتعتبرها بداية الرد والردع ونهاية كل ما هو غير شرعي، وموسكو تصعد لهجتها وتعتبر الضربة إعلان حرب ضدها رغم الحرب الدائرة أصلاً. سمح السيد العربية. جسر كيرتش بات حديث الكل بعدما انفجرت سيارة مفخخة عليه متسببة بحريق كبير على المعبر الأساسي بين شبه جزيرة القرم والبر الروسي. معبر كيرتش عبارة عن مسربين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. شيد بأمر من الرئيس بوتين ويستخدم لنقل تجهيزات عسكرية للقوة الروسية التي تقاتل في أوكرانيا. يبلغ طوله 19 كيلومتراً ويصل ارتفاعه إلى 35 متراً. تم افتتاحه في عام 2018. تكلفة بناء الجسر بلغت 3 مليارات دولار. شيد بدعامات من هياكل خرسانية وفولاذية ضخمة لا يمكن إسقاطها إلا بضربة مباشرة من صاروخ ضخم بحسب تقارير. ذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن الحكومات الغربية تستبعد في الوقت الراهن قيام روسيا بتنفيذ ضربة نووية في أوكرانيا، لكنها تحاول كذلك وضع سيناريوهات محتملة في حال حدث ذلك. تصاعد الدخان هناك في إقليم القرم بعد تفجير الجسر، فهل يتصاعد معه غضب بوتين والكريملين؟ وغضب روسيا قد يعني معركة نووية قادمة. تحطيم الجسر ربما يحطم أيضاً حاجز الصبر لدى الرئيس الروسي. على أي حال، فإن التقارير الغربية لا زالت تستبعد إلى الآن قيام بوتين باستخدام السلاح النووي. مجلة دير شبيغل الألمانية ذكرت أن الحكومات الغربية ما زالت ترى أن تلويح روسيا باستخدام أسلحة نووية ليس سوى خدعة من بوتين، لكن في منطق الحروب فكل شيء ممكن، والخسائر التي يتكبدها بوتين في بعض المناطق قد تدفعه إلى ارتكاب المحظور. الصحيفة نقلت عن وزارة الدفاع الألمانية استبعادها إلى حد كبير شن هجوم بأسلحة نووية استراتيجية قادرة على محو مدن بأكملها، واعتبرت إقدام بوتين على هذه الخطوة انتحاراً سياسياً وعسكرياً. والبديل الذي يمكن تصوره هو أن يفجر بوتين قنبلة نووية تكتيكية في القطب الشمالي أو فوق البحر الأسود للترهيب ليس إلا، أو القيام بنشر صاروخ نووي لإخافة القوات الأوكرانية. وبعيداً عن إمكانية استخدام السلاح النووي من عدمها، تقول الصحيفة إن التهديد النووي يعد ورقة للتفاوض والضغط أيضاً، وهو ما حدث عملياً مع ألمانيا التي رفضت مؤخراً تسليم دبابات لأوكرانيا لتجنب التصعيد مع موسكو. أما الولايات المتحدة ونقلاً عن تقاريرها الاستخباراتية فلا مؤشرات عن نية بوتين استخدام النووي، لكن من المؤكد أن أي تحرك نووي سيقابله رد أمريكي، إما بتوجيه ضربة تقليدية ضخمة ضد روسيا أو التدمير الفوري لموقع إطلاق الصاروخ النووي الروسي، أو تسليح الأوكرانيين بعتاد نوعي أكثر تطوراً من الذي يتم تزويدهم به حالياً، وهو ما يعني أن تفكيراً عميقاً سيسبق أي خطوة نووية من بوتين. وسام الذهبي، العربية.
إلى الاحتجاجات في إيران، حيث تعرضت شبكة خبر تلفزيونية الإيرانية للقرصنة للحظات ثم أو تم خلالها بث صورة للمرشد علي خامنئي تحترق بجانب شعار يدعو الإيرانيين للالتحاق بالاحتجاجات، بالإضافة إلى عبارة دماء شبابنا تسفك بيدك. مع بدء العام الدراسي الجديد في إيران، استعرت الاحتجاجات ضد النظام ورموزه. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصف المتظاهرين على مقتل مهسا أميني بالذباب خلال قصيدة قرأها في جامعة الزهراء بطهران. دعا رئيسي طلبة وأساتذة الجامعات إلى التصدي للمحتجين الذين وصفهم بأعداء إيران، داعيا إلى إفشال مخططاتهم في تحقيق أهدافهم. لكن الرد جاءه سريعا من طالبات رفعن شعار اغرب عن وجهنا. أفاد مرصد نت بلوكس لمراقبة شبكة الإنترنت بانقطاع الخدمة في مدينة سنندج بمحافظة كردستان إيران، وسط تقارير عن سقوط قتلى جدد في الاحتجاجات برصاص الشرطة. أضاف المرصد أن هناك اضطرابات جديدة في شبكات الهاتف المحمول على مستوى البلاد خلال الاحتجاجات المدلعة في إيران بعد مقتل مهسا أميني. وقد انضمت سنندج عاصمة كردستان إيران ومدينة سقز بكردستان إيران إلى الإضراب العام المتواصل الأسبوع الرابع. يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر إيرانية عن إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين بمدينتي سنندج وسقز، ما أدى إلى مقتل شخصين. من المواجهات والهتافات الغاضبة إلى الإضراب العام، اشتدت أساليب الاحتجاجات في إيران. العنف وصوت الرصاص وحتى حملات الاعتقالات الواسعة من رجال النظام لم تستطع جميعها من دفع المحتجين خطوة إلى الوراء، بل زادت من إصرارهم للاستمرار في التنديد والمواجهة. بشعارات ضد نظام طهران، يواصل أهالي سنندج عاصمة كردستان إيران ومدينة سقز بالاحتجاج متحدين قوات الأمن التي لم تتردد بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وهو ما وثقته مقاطع الفيديو المتداولة. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين في سنندج وسقز. وبشكل آخر ودعماً للاحتجاجات الشعبية كذلك، يواصل أصحاب المتاجر وباعة الأسواق في عدد من المدن الكردية الإيرانية الإضراب العام. مدن كردستان إيران وتحديداً مدينة سقز مسقط الشابة مهسا أميني التي قتلت على يد الشرطة الإيرانية أشعلت نار الغضب الشعبي لا يعرف حدودها ولا متى ستنطفئ. وهو الحال نفسه في باقي مدن إيران التي تعيش منذ أسابيع دوامة كبيرة من الفوضى وعدم الاستقرار. ملوك الشيخ، العربية. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن بلاده ستمضي قدما في خطط استخراج الغاز من حقل كريش حتى بدون اتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية.
كما حذر غانتس حزب الله من القيام بأي هجوم، مؤكدا بأن الرد الإسرائيلي سيكون حازما. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فشل هجوم صاروخي استهدف قواتها وقوات شريكة في سوريا، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقا على الفور. وأكدت القوات الأمريكية أن أحدا لم يصب بأذى جراء استهداف مجمع أمريكي في منطقة رومالين في شمال شرق سوريا. رغم أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا زادت حدة توترها ووصلت إلى التهديدات العسكرية وفرض العقوبات، انتشرت صور لجنود أمريكيين وروس يتبادلون التهاني ويلتقطون الصور مع بعضهم في سوريا. العلاقات بين أمريكا وروسيا متأزمة. الصراع بينهما احتدم خصوصا في أوكرانيا وسوريا. التصعيد بين البلدين وصل للتهديدات النووية والإدانات والعقوبات، لكن صوراً التقطت في سوريا تظهر عكس ذلك. دوريتان عسكريتان روسية وأمريكية التقتا عند تقاطع طرق قرب مدينة القحطانية في الحسكة. النتيجة لم تكن اشتباكاً بل تبادل التهاني والأحاديث وأخذ صور تذكارية بين جنود روسيا وأمريكا، مشهد لا يعكس أبداً حجم الصراع كما يشرحه البيت الأبيض والكرملين. نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر محلية القول إن 8 مدنيين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون غرب مدينة تعز. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي استهدفت سيارة بمديرية مقبنة غرب تعز وهي في طريقها إلى المدينة، واصفة بعض الإصابات بالخطيرة. وقعت قوى الحرية وتغيير مجموعة التوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية وقعوا على إعلان سياسي جديد للتوافق حول الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية من 14 بندا. ينص الإعلان على أن تكون الوثيقة الدستورية الموثقة في عام 2019 هي الحاكمة للفترة الانتقالية. العملية السلمية إعلان سياسي ولد ممهورا بتوقيع مجموعة التوافق الوطني وكتلة المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية. الإعلان نص على حاكمية الوثيقة الدستورية بعد تعديلها على أن يكون النظام الأساسي للحكم لا مركزي، خطوة تحمل رسائل عديدة للداخل والخارج. إذا أقصيت واحد هذا يعني أنت داير تقصيه من الانتخابات. كلنا نصارع عشان دايرين نمشي للانتخابات، مش دايرين نحكم. ده ما زمن حكم، ده زمن مشاركة. فلذلك القوة السياسية والقوة الشبابية والناس اللي عندهم تطلعات في السودان اللي عنده رأي واحد يجب أن يشارك في الفترة الانتقالية برأي. لجان المقاومة الموقعة على ميثاقها السياسي باسم سلطة الشعب رفضت الإعلان السياسي كونه لا يتسق مع جوهر ميثاق لجان المقاومة. رأينا واضح إنه أي ميثاق ما نبع من الشعب نفسه يبقى إنه هيكون فيه اختلالات. لابد من أي ميثاق يكون يقولوا الشعب السوداني رأيهم اتجاه إنه كيف يحكم السودان. وده النقطة الأساسية اللي احنا انطلقنا منه كليان المقاومة وحسي حاليا ماضيين في نفس الطريق. بحسب البعض المبادرات السياسية لن تحدث أي اختراق إلا بإحداث أكبر قدر من التوافق. المبادرات السياسية المطروحة هي لن تستطيع أن تجد حل سياسي بنسبة 100%، ولكن أعتقد أن التحالفات الكبيرة يمكن أن تحدث ما نسميه اختراق في الواقع المأزوم الحالي، ولكن هذا لن يتأتى إلا بإحداث أكبر توافق في أكبر كتلة سياسية يمكن أن تشكل المشهد السياسي القادم. القارئ لسطور الأزمة السياسية في السودان بات متأكدا أنها وصلت مستوى من الانقسامات لم تصله من قبل. إعلانات سياسية ومواثيق ومبادرات ما استطاعت حتى الآن أن تجمع فرقاء السياسة في رؤية تمثل مخرجا للأزمة وتأثيراتها. محمد عثمان، العربية، الخرطوم.
قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا إن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة مع تركيا ليست في صالح ليبيا، مضيفا في تصريحاته لجريدة الوسط الليبية أن المذكرة أعطت امتيازات وتأجير منطقة اقتصادية في البحر لدولة أخرى دون الاتفاق عليها من قبل الأطراف الليبية. تمكنت وحدات خفر السواحل في تونس في اليومين الماضيين من إنقاذ 352 مهاجرا غير نظامي من الغرق قبالة سواحل البلاد، بينهم 170 شخصا يحملون جنسيات أفريقية وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس. أشار المصدر نفسه إلى أن وحدات تمكنت من إحباط 28 عملية هجرة غير نظامية في الفترة نفسها. وفي إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس التونسي من ضبط 21 شخصا في مناطق مختلفة بالبلاد كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات هجرة غير نظامية بحسب نفس المصدر. قبل أقل من شهر على موعد انتخابات تجديد النصفي في الكونغرس عادت تهم التهرب الضريبي والإدلاء ببيان كاذب لتلاحق هونتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث من المحتمل أن يوجه محققون فيدراليون اتهامات له بعد إعلانهم أن لديهم أدلة كافية لذلك. تطورات سيسعى الجمهوريون للاستفادة منها في سعيهم لتشكيل لجنة مختارة للتحقيق في تعاملات بايدن الابن التجارية. قضية هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي تعود إلى الواجهة من جديد بسبب تهم التهرب الضريبي والإدلاء ببيان كاذب يتعلق بشراء سلاح. محققون فيدراليون يعتقدون أن لديهم أدلة كافية لتوجيه الاتهام لبايدن الابن، لكن القرار متروك للمدعي العام في ولاية دلاوير وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة مرجحة عدم صدور القرار قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس. لا يتوقع صدوره قبل التجديد النصفي لأن المحاكم الضريبية تستغرق وقتا طويلا لمعالجة هكذا قضايا، كما أن المدعي العام عموما لا يحبذ فعل أي شيء من شأنه التأثير على الحقوق السياسية. التحقيق الفيدرالي مع هانتر بايدن بدأ عام 2018 حين كان والده نائبا للرئيس في عهد أوباما، كما كان التحقيق محوريا في حملة الرئيس السابق دونالد ترامب لعام 2020. تطورات سيسعى الجمهوريون للاستفادة منها خاصة إذا ما سيطروا على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث من المنتظر أن يشكلوا لجنة مختارة للتحقيق في تعاملات هانتر التجارية كما يعلنون. أعتقد أنهم سيستخدمون الاتهامات في مهاجماتهم لبايدن، إنهم يريدون مهاجمته حول الجرائم لا سيما في مدن الولايات المتحدة حيث تزايدت جرائم العنف، كما أن القدرة على ربط ابنه به كمرتكب لبعض الجرائم أمر مفيد لهم أيضا. التحقيق أوقف مؤقتا عام 2018 كي لا تؤثر إجراءات المدعين العامين على نتيجة الانتخابات، لكن أخبار الاتهامات المحتملة تأتي في وقت حساس للحزب الديمقراطي والرئيس بايدن قبل نحو شهر من انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس. ما زال هانتر بايدن يخضع لتحقيق فيدرالي للحصول على مزيد من المعلومات حول تعاملاته التجارية الخارجية في وقت يمثل تقديم لائحة اتهام له أكبر اختبار للرئيس الذي تعهد باستعادة الاستقلال والثقة العامة في وزارة العدل. حسين الطاود، العربية، واشنطن.